فيها جبل ايه؟ مالهم بيك العيال الصياع دول؟ اللي جابك هنا انت هو يا كوريا، الحيوانات دول دخلوا بيقولوا لي كلام سافل وقليل الادب. نعم نعم نعم، بتقول ايه يا حيلتها؟ هو اياد انت هو الشيطان يعمل معاك الغلط ده، انتوا وعد ابوكم هباب. دي الرجاله انت هو تخشوا محل الناس تسرقوهم. بس انا ما كنتش اعرف انها تخصك يا اسطى كوريا. نعم يا حبيب امك، ما تعرفش انت هتعرنبني وانتوا وراكم حاجه طول النهار اللي هتسجحها والمرازيه مخللاها في الحاره، ما تعرفش ازاي. بقول لك يا اسطى كوريا، احنا هنكبر لابراهيم وللراجل اللي معاكي وهنخلع من هنا، وكلمتين ابرك من جورنان. قال لك ما كناش نعرف، يبقى ما كناش نعرف. احنا كنا فاكرينها ولد جديد من بره المنطقه يعني. وعامه حاك علينا يا ست الخضرة الشريفة، احنا كنا فاكرينه محل جلاليب رجالي، ولا عايزين نتهبب ولا نتدلع. سلام يا عم. سلام عم وداد. سلام عم النسر. شايفة قلة القيمة اللي جبتها لنفسك بالمشخلة؟ ثم تعالي هنا، ما تنشفي كده يا اختي، ما اللي يدوسك على طرف دب بيدك في كرش وطلعي المصارين. هو انت ايه جاية من ايه؟ ما طلعتش مصارين حد قبل كده؟ ما طلعتش. الو؟ ايوه يا بابا. اعمل ايه؟ اعمل ايه يعني؟ اديني متنايل قاعد اهو. انت ما بتبعتيش فلوس ليه؟ هو احنا مش اهلك وناسك ولينا حق في النصبايا اللي انت عملتيها مع الواد الزباله ده؟ ما انا بكلمك عشان كده. انا حولت لك الفلوس، هتروح تستلمهم بالبطاقه بتاعتك بس. بس ما تقطعيش يومين والتاني وتشخشخي جيبك. اخواتك مصاريفهم كتير. واوعي تجيبي سيره لامك، لا تاخد الفلوس زي كل مره وتطيرهم. حاضر يا بابا حاضر. بقول لك ايه؟ هو انت اتجوزت الواد ده ولا لسه عايشه معاه في الحرام؟ لا يا بابا لسه ما اتجوزناش. خلاص، ما دام في الحرام يبقى نحلي وبره وكله بحسابه. ما تخلوش يمسك الا لما العداد يعد، لازم يعد ويبرز. انا برضه ابوكي واخاف على مصلحتك. طيب يا بابا اوكي، يلا سلام. عامله ايه يا هاجر؟ والنبي ليكي وحشه. ازيك يا كوري؟ عامله ايه؟ وحشاني وحشاني قوي يا ام نجوان، اصل حاسه البيت وحشه قوي. معلش يا اختي. عارفه عارفه. سكا جالي وعرفني على كوري عشان نيجي هنا ونكلم اخوكي ويطلعك من اللي انت فيه. لو النبي بلاش، ده انا ما صدقت انه بقى بينام، ده ما بينامش من يومها. وبعدين بصراحه بقى انا ضميري مقلبني من اللي انا عملته فيه، ومش هسامح نفسي ابدا. وخليني بقى مستحمل قعدة البيت دي لحد ما يبقى يجيلي نصيبي واتجوز. وانت هتقدري تتجوزي حد غير سوكا هاجر؟ الا حضرتك بتشتغل فين بقى استاذ فواز؟ انا بقطع تذاكر في مستشفى بوريش. اها ما شاء الله، ده العيله كده كلها في وزاره الصحه. وعلى كده ليك مين بقى في بطن البقره كنت جاي له ليله الفرح؟ واحد معرفه كده تبع العريس. وكان نصيبي الاسود اروح عشان الاقي اختي واقفه ماسكه اي شاب هناك. شوف يا استاذ فواز، انت ما تعرفنيش بس اسال عليا معرفتك ده اللي في بطن البقره. قول له مين هي اللي استقرها الكوافير؟ هقول لك مجدع وبميت راجل. لا اعرف العوى ولا ليا في الشمال. انا من قيمه حبه كده خطيبي دخل المستشفى، كان عامل حادثه يعني، وكان بيشتغل فيها المحروسه اختك، وانا كنت معاه. الصراحه بسم الله ما شاء الله، ادب واخلاق وبتاعت شغل، شغيله شغل شغل يعني، طول النهار راحه جايه راحه جايه، اللي يشوفها كده يقول مديره المستشفى. أنا الصراحة مني ما حبيتها وبقت صاحبتي كده أهو. خدها مني كلمة، أختك دي أشرف من الشرف وبميت راجل بشنبها. بس إحنا برضك يعني كلنا في النهاية بشر، أكيد بنغلط يعني، اعتبرها بكعبالة، ده من كعبالة مش بموت. والست دي زميلتها في المستشفى كده، تقول لها إن فاضل لها شهر وتتثبت في الشغلان، وأختك بتحب شغلها
حرام عليك اما تحرمها منه يعني عشان غلطه مش هتتكرر تاني ولا ايه يا هاجر؟ اللي اخويا هيحكم بيه انا راضيه بيه، هو مربيني وعارف. للاسف ما عرفتش اربي، كنت فاكر ان انا مربي راجل ممكن اتسند عليه لما اقع، لكن الضلع له وجعوك تيجي تعدله ينكسر. تربيتك في محلها يا اخويا، اختك ما غلطتش ولا هتغلط، وبعدين احنا مش حمل قطع الشغل ده، احنا بنحط القرش على القرش عشان يمشيني. انا مش هقطع يا هاجر عشان اقول هم مصاريفك. قطع لساني لو قلت كده، والله ما اقصد، ربنا يخليك لنا وما يحرمنا منك ابدا. يا استاذ فواز حضرتك راجل متعلم وقاري، نزل اختك شغلها من تاني واشرط عليها باللي انت عاوزه. انا عمري ما اتعودت اشرط على اختي، طول عمرها عارفه اولها من اخرها كويس. النبي يا استاذ فواز ومليك عليا حلفان، اختك دي مفيش زيها، ما تخافش احنا كلنا معاها وحواليها. اسمعها منها هي انها مش هتشوف الواد ده تاني ابدا. حاضر حاضر يا اخويا. خلاص يا سندس خلاص، في حاجة عجبتك؟ دينا اخسى عليكي، مش بتسألي عليا ليه؟ ما انا جيت اهو عشان اطمن عليكي. انا ماشي الحال كويسة، واول مرة كمان اتفرج على المحل، ذوقك باين فيه السكسارة في المنطقة دي. انت بتقولي ايه؟ هو انا لو في ظروف تانية كنت هفكر افتح محل زي ده اصلا. المهم اسمعي يا لحسن، انا لازم امشي بسرعة لحسن محمد شايط وبيتخانق بقى معايا في كل حاجة. اسمعي انا مش عايزاكي تقلقي من اللي هقوله ده، نادر ساب القضية وخلاص مش عايز يكملها، بس انكل ابو طالب بعتني عشان اقول لك حابة توكلي مين غيره. سابها يعني ايه؟ سابها ازاي؟ هي لعبة؟ دي حياتي ومستقبلي. انا مش فاهمة ايه اللي بيحصل لي، انا ربنا بيعاقبني على ايه؟ ليه كل الناس عماله تتخلى عني؟ في ايه يا دينا بس؟ معلش يا عايدي كل ده هيعدي صدقيني، احنا دلوقتي قدام امر واقع ولازم تفكري حابه توكلي محامي مين غيره. انا مش عايزه اقوي محامين خلاص، ان شاء الله يحكموا عليا بالاعدام. بس انا مش قادره افهم اللي يخلي نادر يبيعني. الواحد طول عمره يسمع عن الاكل والشرب الدريفري، اول مره يسمع عن المحاضر الدريفري، دي جديدة ما شفناهاش غير على ايد الست جمالات والست كوريا. كوريا ما تهدوا مال يا نونو، الله تخلينا نخلص من ام الفدمة الحمضان اللي ريحته ضرب في الحتة دي. انا ما عجبناش، لا انا مركب دبورة ولا ساحب امين شرطة في ايدي وداخل، حتى الجزار هيجي جنب الامن والامان. لحد ما اخرج من هنا لو سمعت صوتك انت ولا مراتك انا هاخدكم معايا وانا نازل، عشان بعد كده لما يبقى لكم جيران محترمين تعرفوا تتعاملوا معاهم بادب ازاي. فين الفلوس يا نسا كوريا؟ نورتنا يا باشا، نورتنا وتعبينك معانا والله. مفيش لا تعب ولا حاجه، مش بيقولوا برضو الشرطه في خدمه الشعب؟ بس ده المحترمين بس، لكن اللي ما يحترمش نفسه ياخد على دماغه وبالقانون. ايوه كده يا حضره الضابط يا حلو انت. ايوه بالنبي شوف الجماعه المقرفين دول، ده كل قرف اللي يقرفكم. خد عد فلوسك. ملوش لازمة، كمل يا ابن المحضر. هذا وقد استلم صاحب البيت من الآنسة كوريا عبد العاطي المبلغ اللازم للتنكيس وقيمته 10,000 جنيه وفقا لتقدير الخبراء المختصين، وتعاهد صاحب البيت بعدم التعرض للشاكين بأي تصرف قولا أو فعلا واللي عرض نفسه للمساءله القانونيه. تمام الفلوس؟ تمام تمام. بتمضي ولا بتبصم؟ ابصم ده ايه؟ انا متعلم. انا معايا كفايه. طب اختم يا اخويا.
ناس مش فوق فيها خلق عايشة ومرتاحة وفيها ناس مش فوق وانا ماشي بتمرجح في هايدي الدنيا لما بتدينا بنفرح الو ايوه هايدي ليه كده يا نادر ممكن تفهمني انت بعتني ليه هايدي أنا ما بعتكيش هايدي أنا تعبان جدا أنا ضايع مش عايز أضيعك معايا أنا فعلا اتلككت عشان انسحب من قضية بس ده عشان مصلحتك أنت مش عشاني أنا هايدي بجد أنا مش هقدر أفيدك دلوقتي أحسن لك تشوفي لك محامي تاني أنا مستعد أكلم لك واحد صاحبي ممتاز لو عايزة لا 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 متشكرة قوي كتر خيرك أنا خلاص هسلم نفسي هي كده بقت واضحة خلاص هو إيه اللي واضح يا هايدي أنا ما عملتش حاجة انت كنت شريك مروان ونجوان في كل اللي هم عملوه انت اللي عملت كل الاجراءات القانونيه المضروبه عشان ياخدوا القرض ويهربوا هم سافروا وانت كل اللي كنت بتعمله انك كنت بتعطل اي اجراء ضدهم وتفضل تخدعني لحد ما يظبطوا امورهم وبعد كده هتقسم الفلوس معاهم انت اكيد ضامن فلوسك بس مروان عشان واحد ندل وحقير ضحك عليك وخد منك نجوان واكيد ده اللي وجعك قوي نادر انا طيبه صحيح بس انا مش حماره وعبيطه عيب عليك قوي اللي انت عملته ده عيب هايدي الو ايوه يا هايدي الو انت مين وعايز ايه انا واحد مش مهم انا مين المهم معايا ايه عايز ايه يعني انت مين انا معايا ورق مستقبلك كله واقف عليه ورق ورق ايه ده بقى ان شاء الله؟ 5 مليون دولار نعم يا حبيبي 5 مليون دولار وانا ادي لك الورق اللي معايا مجنون يا عم صلى على النبي من الاخر كده هايدي هي رئيسة العصابة وانا متأكد انها مش في مصر اصلا وهتلاقيها مدورها من بره بعدين انت مش بتقول ان الواد المحامي ده مقضيها صرف وسكر ونسوان يبقى خلاص يا معلم الفلوس اتقسمت والواد ده خد ربع محترم من الفرخ ولو نفضته هينزل الفلوس اللي معاه ولو ابوها شريك معاهم هيوقع هو كمان توقع مين يا ابني بقولك محامي صايع مش حد وكله وخد يوم حبس اوقعه ازاي بس لا يا راجل وانت دورك ايه بقى ان شاء الله هتفكر يا عم هي قضيتي ولا قضيتك ولا عايزني بقى اروح اوقعهولك واقبض لك عليه كمان هو انا طلبت منك توقع لي حاجه قول لي انت عامل ايه مع الموزه البلدي اللي موقعاك؟ صعبه. صعبه وتقيله قوي. مش لاقي لها دخله. بصراحه بقى حاسس ان شكلي بقى بايخ قوي وانا عمال اتحجج كده وانط لها كل شويه. الناس في المنطقه يقولوا عليا ايه؟ ايه جو المراهقين ده؟ يا ابني انت رئيس مباحث اكبر اسم فيك يا مصر ودي حته بنت بلدي. خش فيها وظبطها وش طبعا. قول لها تعالي نخرج. لا يا با شكرا هي الخسرانه. ويبقى انت وفرت وقت ووجع قلب. اصل انا حاسس انها جايبه معايا بس على مهلها يعني فمش عايز بقى ادخل بغش مبوظ كل حاجه استني كده الاقي لها دخله حلوه ده انت قديم وابيض واسود قوي ماشي يا عم جديد ورينا بقى هتوقع هايدي ازاي وانا هوريك القديم هيوقع جمالات ازاي استني استني خبالك واحده واحده ده انت فظيعه فظيعه ايه الحلاوه دي انتوا بتاكلوا ايه بتاكلوا ايه هتبقوا سيبين لا يا حته مارونجي لاسي والاسم شوكولاتة شوكولاتة الناتة كمان ناتة ماسكه في ايديا ليه يا باتا تا 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 ناتة كمان ناتة عادي عادي اتغذي انا اللي عايز اتغذى ايه ده وده وقته ده وقته بيضرب في اوقات مش حلوه سوري يا حبيبي الو صباح الخير يا بابي
اهلا يا روح بابا، صباح القشطه، صباح النور، وحشتي بابا، ما تجيبي بوسه. لا لا لا، مش انت يا روحي، اطمنيني بس، عامله ايه؟ زفت يا بابي، زي الزفت، كل يوم مستنيه كارثه جديده ومصيبه جديده وحد جديد ياذيني ويبيعني، وانتوا كل واحد فيكم عايش حياته ما حدش سائل فيها. ايه يا حبيبتي، في مشاكل تاني في الحاره؟ نادر يا بابي، ازاي يكون كل ده بيضحك علينا ومتفق مع مروان ونجوان ومحدش فينا حاسس؟ نادر؟ نو 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 نو، لا يمكن يا حبيبتي، لا نادر، لا لا يا وليه اسكت، لا سوري يا حبيبتي، لا نادر، لا لا ابدا، انا اثق فيه جدا، لا ده ولد محامي ممتاز، لا لا انا لا يمكن يخوني او يخونك، انا هكلمه ها واخليه يرجع تاني ويمسك القضيه. طمني يا روح بابي، خلاص حط ثقتك فيا وفي نادر، اوكي؟ طيب يا بابي ماشي، اللي تشوفه. باي. انا البس اهو، يلا خرجيني بقى. حاضر يا سندس. انا عايزه اروح السيم. حاضر، قلت لك حاضر. طب خليني حتى اروح السيده زينب، انا عايزه ازور السيده. ايه سندس مالك؟ طب خرجيني انت. انا مش بتاعه الخروج، دي بتاعه الخروج اهي. ايه ده، انت لسه ما لبستيش؟ مش تفتحي النهارده ولا ايه؟ مش هنزل، ماليش نفس. ايه اللي مالكيش نفس ده؟ وانا بعزم عليكي بسندوتش مربى. انا عايزه سندوتش مربى. حاضر يا خالتي هجيب لك. حاضر. هم العيال نسر وهدان دول اللي كدروكي صح؟ بقول لك يا جولي، بطلي دلع ونزلي شوفي اكل عيشك، ولا انت منك بقى يعني عشان دفعتي الايجار مقدم هتقعدي لنا زي البروطه؟ انت عايزه مني ايه؟ انا مش طايقه نفسي ومش عايزه اتكلم مع حد. الحق عليا اني بقوي عظمك يا بنت، هم اول عيلين هيضايقوك هتقعدي لنا في البيت. بقول لك ايه، انت نزلتي الشارع، والشارع مش عايز شغل بابي ومامي ده خالص، الشغل عايز كلبه مسعوره بتهبش بسنانها كده اهو. اه يعني زيك كده. نعم يا عمر، زيي؟ اه يا اختي زيي. يا ريتك يا حبيبتي تعرفي تبقي زيي، ده انت لو وقفتي على ودانك كده وما تعرفيش تبقي زيي، دي مرمطه وشقه سنين لما الواحد ما بقاش عارف لون جتته من تراب الشارع. اسره، انا هعلمك تتعاملي مع الاشكال دي ازاي، مش عشان سويت عيونك، لا عشان بس ما خلفتكيش ونسيتك عشان اقعد احوش عنك كل يوم. ماشي؟ انت عينيك يا سودا. انا رجعت لكم تاني اهو، هطلع عين اللي مش هيشتغل. ايه ده مالك يا منجوان، في ايه؟ ولا حاجة يا بنتي، بس أنا ظهري نقح عليا من التوطيع، أنا هكمل أهو. طب ما تخشي تريحي في أوضتي شوية أو غيري هدومك وروحي. لا وعلى إيه؟ بعدين اليوم يتخصم لي، أنا كويس يا بنتي. ماشي، طب أنا هروح أشوف الحالة اللي في 306 وهرجع لك تاني. صباح الخير أبو هاجر. صباح الخير يا سيد. إيه سيد ديت، ما تخليها سوكة كده. عايز إيه سوكة؟ جاي أقول لك الحمد لله على السلامة. ونورت المستشفى، انا كنت مدغش عليك يا ابله، انت وحشتيني على فكره من يوميها والله العظيم ثلاثه، وانا عارف انام ولا عارف اكل لغايه ما كوري قالت انت نزلت الشغل. الحمد لله على السلامه يا ابله. هو انت ساكته ليه يا ابله، وانا عملت حاجه لا سمح الله؟ بعد اذنك يا سو، كان عندي شغل. الحمد لله على السلامه، انا هنزل استناك قدام المستشفى عشان عايز كده في موضوع. وتستناني ليه؟ عايز اقول لك كلمتين يعني ابله، بس بصراحه مش عارف اتكلم معاك هنا في المستشفى. بص يا سوك، احنا ما عادش بينا كلام يتقال، وكفايه قوي اللي حصل، احنا ناس على قد حالنا ومحتاجين القرشين اللي اهلي مخرجيني من البيت علشان اجيبهم، واخويا فواز شغال في مستشفى قريبه من هنا وما عارفه كتير قوي، ورئيستي في الشغل قرشه ملحتي، وميت مين هيتمنى يروح يقوله ان احنا بنتقابل. بقول لك يا ابله، انا مش عايش مالي ولا ماشي كده لا سمح الله، انا بحبك، عارفه اني بحبك، ولا الفقير يعني ما ينفعش يحب، بس هو بس الحاله مش متيسره، أول ما تيسر إن شاء الله هروح لأخوكي واللي عايز أتجوز هاجر قبل هاجر ونخلف وربنا يكرمنا. بص يا سوكا، ربنا يعلم أنت عندي إيه، بس أنا ما وعدتش على أبويا وأمي، وأخويا فواز هو كل دنيتي، وأنا وعدته إن أنا ما أكلمكش تاني، وكلمتي بميت راجل، هو علمني كده. قومي نجوان، قومي نجوان، شيل معايا سوكا، قومي نجوان، معلش. شوفي الحرمة، الحرمة اللي على حق ربنا، اللي من بطن البقرة ولا فم الخليج ولا السيدة بتبقى ست،
حاجه كده غير اللي انت عاملاه دي خالص. احسن تفتكري يعني منك حطيتي عبايه سودا على جدتك بنتي واحده مننا ولا حاجه. وانا ابقى واحده منكم ليه؟ هو انا هكمل باقي حياتي هنا انا شويه وماشيه ومش عايزه خالص ابقى بيئه وبلدي بالمنظر المقرف بتاعك ده؟ يا اختي صلي على النبي كده وانت عامله زي الرقصه على السلم. لا انت محصله من تزوت ولا عارفه تبقي بنت بلد. ماشي وابقى بنت بلد ازاي بقى يا بروفيسوره؟ ايوه كده. ركزي بقى معايا وفتحي لي مخك النور ده. اتفضلي. شوفي اول حاجه هاتي صباع الرشده. الروج يعني؟ ايوه هاتيه اهو. بص اما تيجي تحط احمر ما تلحسيهوش كده زي ما بتعملي كانك بتقطعي من جلدك ولا خايفه على الصوبه. لا ادهني بزمه كده هو عشان الاحمر يبان في سحناتك. اوريكي ازاي. استنى شوف. ها ايه رايك؟ ايه القرف اللي انت بتعمليه ده؟ قرف ايه يا اختي؟ اختي صلي على النبي وبطلي تناكه. خلينا اخلص ولا ما كملش الدرس. مش خلاص تعالي تعالي بتسلى يلا. ايوه كده. بص شايف البودره دي؟ دي بقى تسيبك منها خالص. دي اختراع فاشل ملوش لازمه. الكلام ده ما بيجيبش هم. هو نفس الصوبه تليطي كده وشك منه يمين وشمال وتقومي عامله كده اهو يوم الاحمر يبان في سحنتك. تليطي؟ ايوه تدهني يعني. بص اوريك ازاي برضك. ها ايه رايك؟ انت مالك ومال الميك اب؟ انت اللي زيك يحط ميك اب ليه؟ اللي مالي ومال الميك اب ده؟ ده انا ما ارضيش احرم الحاره كلها. يكشف بس انا اللي بكيفي ماليش في المرقعه. قصوا هاتي ده هاتي ده هتبوظيه. اما تيجي تحطي كحله ولا الاينر تتقليه عشان ترسمي عينك كده هو تبقى عامله زي عين البقره. ماشي بقره. ولو عرفت تضربي شعرك اكسجين اضربيه بينور الشعر كده ويخليك ولا اللي جايه من تركيا. اكسجين ليه؟ ده بيحرق الشعر. ما احط هايلايت وخلاص. ايه بقول لك ايه اللي بقوله تعمليه. يلا كملي خلصيني. اما تيجي بقى تتكلمي املي حنكك كده بالكلام عشان اللي قدامك يسمعك ويهيبك. انا مش فاهمه ولا كلمه من اللي انت بتقولي. ايه حنكك ويهيبك ويسيبك؟ بيتك بقك يعني. يعني ريحي الكلام في بقك وتفتحي شفاتيرك كده. ما تقفليش بقك كده وتدمي كانك محزوقه زي ما بتعملي كده. بصي طب انا هفهمك. يلا قولي كده. اختي اختي اشوف. لا ما ينفعش كده اهو. تقولي اختي. قولي منطقتي كده. منطقتي. لا اشوف برضك. لا ما ينفع. قولي منطقتي. منطقتي. ايوه بنت جدع. ايوه كده. بصي بقى لو حد زود معاكي بالكلام هب فيشه زي بابور الجاي. قولي له ايه عشان يخاف منك. مش عايزه اتعلم الزفت ده. انا مش عايزه الزفت ده. هاتي غيره هاتي غيره. ايه ده؟ طب انا مش مكمله الدرس. لا بقول لك تعالي خلصيني يلا. ماشي اما تروحي بقى للخياطه تاخدي لها العبايات كلها تاخدهم لك كده سمكتين من الظهر يقوموا يتجقوا. ثم ما تنزلي الشارع تبقي حرمه كده فارده ظهرك كده وجسمك مرسوم. تقوم ساعتها ايه بقى؟ الرجاله كلها هتترمى عليك وانت ولا تعبريهم ولا تديهم ريق. نظام ايه؟ شوق ولا تدوق. ها ولو بس حد زود معاك عن بص بصه بس تبقى واخده شبشبك من رجلك على ايدك كده على طول. الرجاله ماتوا في الحرب مفيش حاجه هتحميك الا الدراع. انا مش عايزه اتعلم حركه الشبشب دي خالص بقى. لا مفيش حاجه اسمها كده هتتعلمي. خد شبشب. لا ما انا مش عايزه ده. امسكها بنت. بعرف مش عايزه امسكه. يا اختي استعملي شبشبك وريني. استني استني هاتي ايدك. ليه اجيب ايدك؟ خلاص اعملها لوحدك. مش هعرف اعملها. استني انجازي. يلا ايه ده؟ ايه هو ده؟ انت هتتكفي على وشك؟ انا خلاص مش عايزه ابقى بيئه وبلدي وكل حاجه. مش عايزه اتعلم خلاص. طب انا حقق عليا. انا بروح في حسي بقالي بقى ساعه. ما تولعي. ايوه حضرت الفلوس يا دكتور. فلوس ايه؟ فلوس ايه؟ فلوس الورق اللي قلت لك عليه 5 مليون دولار. انا معيش المبلغ ده ومش عايز الورق اللي معاك. الورق اللي معايا يهمك ويهم ناس حبايبك قوي. دي مساله حياه او موت ليك ولناس كتير.
واللي انا طالبه ولا حاجه جنب اللي معايا. اول حاجه تقولي الورق ده فيه، ولو انا مهتم بيه لازم تديني شويه وقت عشان اجمع لك المبلغ اللي انت شايف ايه. اول هام تديني 100,000 جنيه عشان اقول لك الورق ده فيه ايه. ماشي، قولي ازاي وامتى. احدد لك المكان والزمان وابلغك بيهم يا دكتوره. ادخل. نادر، يا نادر، ايه اللي انت عامله ده؟ ابو طالب بيه والبشمهندس طارق عايزينك، قلت لهم ان انت نايم، قالوا لي لا ندخله. دخليه. ادخله هنا؟ ايوه هنا، ايوه هنا. الله، وانا غريب ولا ايه؟ طيب عايز حاجة؟ شكرا. انا اذنكم. اتفضلي. شوف بقى نادر، انا اذا كنت انت عاوز تدمر حياتك انت حر، انا ما اسمح لكش انك تدمر حياة بنتي هايدي. واحنا مش خلصنا كلام في الموضوع ده قبل كده ولا ايه؟ وانا مش قلت لك مش هكمل في القضية دي؟ انت بتضحك عليا ولا بتضحك على نفسك؟ رحنا المحامي تاني، المدام هربانة ومطلوبة، ما ينفعش توكل محامي تاني. وبعدين احنا ما نعرفش حد غيرك، وهي كمان ما تعرفش اي محامي تاني. وبعدين ما يصحش انك تتخلى عننا في لحظة زي دي بالبساطة دي. اسمع بقى نادر، انت قاعد بتتدلع واحنا صبرنا عليك كتير، واحنا مش نايمين على وداننا، احنا مصحصحين قوي. وبعدين سكت، انت محامي وبتفهم في القانون، فانا مهندس وبفهم في المعادلات والمقدمات والنتائج، ووضعك ده مش مريح بالنسبه لي، وانا عمري ما استريحت لك. خلاص خلاص يا نادر. خلاص ايه يا عم، ده عبي حاشش. يعني انت دلوقتي هتكمل القضيه ولا هتسيب هايدي تتحبس؟ انا عايز اقول لكم على حاجتين مهمين. هايدي مش هتتحبس، طول ما هي هربانه مش هتتحبس، الا بقى اذا سلمت نفسها او اتقبض عليها. تاني حاجه والاهم، انا كمحامي بقول لك انت لو جبت لها ساحر مش بس محامي، برضه القضيه لبساها لبساها ومفيش اي مخرج قانوني. احنا نجيب ساحر منين بقى؟ احنا يعني هتكمل القضيه ولا لا؟ لا، قلت لك يا عمي ما تضيعش وقت معاه، هايدي كان معاها حق. اسمع يا نادر، اعتبر الحرب بقت بيني وبينك، وانت ما تعرفش طارق السنهوري لما بيحارب. بقول لك يا طارق سنهوري، ايه؟ ما تاخد نفس تهدي نفسك بيه شويه. مش كده يا اختي، المرايات كلها مجيره، النسوان بتشوف نفسها في المرايه تبقى عايز تضرب روحها بالجزمه، بتوحشهم اكتر ما هم وحشين. بقول لك ايه؟ بيروح الراجل بتاع الكريمات وليه الكريم ده خلص، عايزين منه تاني. اوعي تنسى. كملي. صباح الفل. اهلا. لسه فاكر؟ لسه فاكر قلبي يديك. اخلص يا هيمه، عاوز ايه؟ عاوز احلق. نعم يا اخويا، ما تروح تحلق. غلطان في العنوان يا حبيبي، هنا حلاق حريم يا سيد الرجاله. ما هو كله شعر يا كوريا، وكمان حاسك هتحلقي لي احسن من اي راجل. اخلص يا هيمه، هتطفشي النسوان اكتر ما هي طفشانه، يعني تقولي اي واحده دلوقتي لو دخلت لقيتني بحلق للراجل. قولي لهم خطيبي وبحلق له، وانا غريب؟ اطلعي بره يا شيماء وردي الباب وراك، ما تدخليش حد. حاضر. طب بطل دلع بقى وتقول عاوز ايه؟ وايه المشكله لما اتدلع عليكي؟ انا عاوز حلقه حلوه كده عشان لما امشي جنبك ابقى احلى منك والبنات تقعد تبصبصلي. وتمشي جنبي ليه ان شاء الله؟ انت لسه قافشه ولا ايه؟ شوف يا هيمه، انت طول عمر دبلتك في ايدي ولا بحس بيها، كانها حته من لحمي بالظبط. بس البراتي بقى من ساعه ما لبستها وانا حاسه ان صباعي واجعني يا ابراهيم. عشان قلعتيها يا كوريا، كبداكي ما يتقلعلوش دبله. ده انا كبداكي يا بت اللي ساب 40 مليون حرمه في مصر وحبك انت. تقسيش عليا يا كوريا عشان قلبك ما يوجعكيش. واجعني يا هيم، وجاني عشان بقتش عارفه اريحه من ناحيتك، ما عدتش مأمنالك، مش مطمنالك كده، حاسه ان في اي وقت هتجيب سكينه تلمى وتغزها في قلبي. انا عمري ما حد مال عيني غيرك يا كوريا، حتى نوال. نوال دي انا ما خدتش بالي منها غير لما انت كترتي الكلام عليها. يا سلام. يا خلاص يا راجل، في ايه يا وليه؟ اطلعي بره، اطلعي بره. ايه الولية المجنونه دي؟ فضحتنا. انا عمري لا حبيت ولا احب حتى زيك يا كوري، انت حياتي. يو يا راجل، محل ازاز. جود مورنينج مستر مروان، اندرو سبيكينج. يا يا اي سند يو سم فوتوز اوف دايموند لوكس لايك ذا وان يو هاف. ديد يو لوك ات ات؟ في ايه؟ يا ما فيش حاجه. كوري كوري كوري. اوكي بليز تشيك ات اند تيل مي اف يو لايك اني اوف ات، ويل اوردر ات فور يو. اوكي. Listen, 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 please. They are all far from what I needed. Don't look around.
in tight circle. Search in Italy. Italy have a large and secretive market for rare diamonds. I'm sure you already know. Please, search again, please. Okay, Mr. Marwan. Okay, I'm gonna check again for you. No problem. Thank you. Goodbye. هو في حاجة؟ مفيش. انت ما زهقتيش؟ هزهق من ايه يا حبيبي؟ ما هو المطعم حلو اهو والاكل تحفة. لا مش قصدي. قصدي اقول لك يعني ما زهقتيش من حياة الاغنية دي؟ اكل وشرب ومرعى وقلة صنعة. ايه بقى؟ عايزين حاجة تكسر الملل ده. بص يا حبيبي، طول ما انا معاك عمري لا هزهق ولا حمام. يا حبيبتي ما انا كمان. بس ما تيجي نلعب. نلعب؟ نعمل ايه يعني؟ مش فاهمه. فاكره هايدي؟ ايوه، مالها؟ زمانها دلوقتي محبوسه في مصر، واخده من 10 ل 15 سنه سجن. غير انها ضيعت كل فلوسها وما طلعتش بحاجه يعني. هو في ايه؟ انت ضميرك صحي فجاه ولا ايه؟ لا مستحيل، انا ما فيش ضمير اصلا. ايه رايك تتحبسي ليله في السجن؟ بس مش في السجون المصريه، في سجن 5 نجوم. ايه انا هاخد 1,000,000 يورو وهديكي منه 250,000 يورو. ها، موافقه؟ اتحبس واخد 250,000 يورو؟ تيجي ازاي دي؟ مش هقول لك ازاي. اما توافقي خلاص موافقه. يبقى هقول لك ازاي. قولي. بس ده دكتور نادر. يا دكتور نادر، يلا يا حكم انتصار. انت يا دكتور نادر، يلا يا حكم انتصار. يا بنتي ده الدكتور نادر يا بنتي.